أنتقل هنا إليك دكتور رمضان. دكتور رمضان، كييف تأخذ بعين الاعتبار هذا النهج القتالي الجديد الروسي بأسلحة روسية الصنع وتقوم بتطويرها أيضا وتجربها على الأرض مباشرة؟ طبعا الدولة الأوكرانية في حالة مقاومة وفي حالة رد على الأداء الروسي الذي يدمر البنية التحتية ويريد أن يدمر المطارات العسكرية، ويعني هذه مقومات للدفاع الجوي الأوكراني. الدولة الأوكرانية يعني على علم بأن هناك صناعة على قدم وساق للآليات والأسلحة، وذكرتم الذئاب القيصرية، وهو أظن مشروع لراغوزين، وهو الذي كان رئيسا سابقا أو مديرا سابقا للوكالة الفضائية أو الصناعة الفضائية حتى الاستراتيجية الروسية. فهو الآن أظن يقوم بجمع يعني حشد العقول الروسية من أجل الانخراط فيما يعرف بالإنتاج الحربي، وخاصة المسائل المرتبطة بالمسيرات، المرتبطة بالمسائل المرتبطة بالأمن والتشويش الإلكتروني. فالذئاب القيصرية حقيقة هي جزء من الترسنة الروسية الموجهة ضد أوكرانيا في هذه الحرب التكنولوجية، لأن هذه الحرب ليست فقط سياسية وتقليدية، هي حرب التقانة العالية، حرب التكنولوجيا وحرب المعلومات وحرب الاستخبارات وعالم الرقمنة. الدولة الأوكرانية جاهزة، وأظن أن ما حدث أنه تمت من يعني أطالت سفن روسية في العمق في البحر الأسود بفضل يعني تحسين و لزوارق مسيرة، وتمكنت الصناعة الحربية الأوكرانية من إثبات أنها كذلك قادرة على مجابهة التسليح ومجابهة الأداء الروسي في المجال التكنولوجي. عندما تذكرون الذئاب القيصرية، المسألة تخص حشد المتطوعين من الكفاءات الصناعية لتطوير والهندسية الأسلحة. الروسية لتطوير الأسلحة، وهذا الشيء الذي يحصل الآن.